بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الأعزاء، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وجمعة مباركة عليكم يا رب. النهاردة هعمل معاكم عصير كده حلو قوي وكله طاقة، يا رب يعجبكم بإذن الله. وأغلبنا تقريبا بنعمله في رمضان برضه، عشان أول ما بنفطر كده بنفطر عليه، فبيبقى حلو برضه في رمضان. يعني إن شاء الله لما يجي رمضان، أنا هنا عندي 7 حبات تمر زي ما انتم شايفين كده، وعندي موز تقريبا 3، عددهم 3 أهمت، وعندي كوباية حليب، وعندي كوباية مية، وهنا عندي 2 معلقة لبنة كبار، ممكن تستبدليهم بزبادي، والسكر طبعا على حسب الرغبة. انا هضيفهم كلهم عندي كده في الخلاط، وقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيف السائل الاول عشان ايه الخلاط يضربهم كويس، وننزل بالموس كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والتمر واللبنة بتاعتنا او الزبادي على حسب المتوفر عندك. تقريبا هنحتاج كوباية مية كمان، عشان كده هيبقى تقيل معايا قوي، هنزود كوباية مية كمان. وهنا هنضيف الكوباية التانية وهنضربهم في الخلاط وهنشوفهم دلوقتي. هنا انا هضيف السكر طبعا، كل واحد على حسب الرغبة، ونخلي بالنا لان التمر فيه سكر، فعلشان ما يبقاش مسكر قوي. وهنخفقهم دلوقتي في الخلاط. هنا بعد ما ضربته في الخلاط، هو تقريبا يعني دلوقتي اكيد محتاج ان هو يتصفى، عشان اللي هو القشر بتاع التمر. يعني لو ما كانش فيه قشر التمر ده ممكن نشربه على طول، بس الافضل ان احنا نصفيه. وهنا انا العصير عندي خلص اهو زي ما انتم شايفين، يعني مش عايزه اقول لكم طعمه حكايه، طعمه حلو قوي قوي، لو جربتوه باذن الله يعجبكم. والافضل كمان لما نجربه في رمضان، بيبقى حلو قوي على الفطار، او دلوقتي في الجو احنا البرد بدا يشد معانا، ده يعني بيبقى مفيد وبيدي للجسم طاقه حلوه قوي قوي. اتمنى انكم تجربوه، يا رب ينال اعجابكم. ما تنسوش لو مره شاهد معايا القناه يشترك فيها ويضغط على الجرس علشان يوصل له كل جديد، ودعموني باللايك، واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.